بكم في هذا الفيديو الجديد لابد من أنك تبحث عن طريقة شحن عملات التيك توك بشكل مجاني. أنا سوف أعطيك الطريقة. نذهب إلى رصيد حتى أثبت لكم بأن الموقع الصادق الذي سأقدمه لكم أعطاني 3500 نقطة. نعود ونذهب إلى رصيد حتى أثبت لكم مصداقية الموقع أعطاني 21000 نقطة. هذا الموقع صادق 100% الذي أخفاه عنكم الجميع. إذا أحبابي في الله هذا هو الموقع الصادق. أحتاجك أن تركز في هذه الخطوات لأنها مهمة. قم بوضع يوزر نيم اسم مستخدم ثم اضغط على زر ستارت بهذا الشكل. ركز بشكل جيد مع هذه الخطوات لأن هذه الخطوات التي تراها في الفيديو الذي أقوم بشرحها لك الآن فهي مهمة جدا حتى تحصل على العملات التيك توك بشكل مجاني. يعني من الضروري أن تركز معي. إذن الآن يطلب مني التحقق بأنني إنسان ولست روبوت. سوف أضغط على Verify Now. بهذا الشكل سوف يظهر لي بعض المهام يجب أن أقوم بتنفيذها ويعني المهام تختلف يعني من بلد إلى بلد آخر. مثلا أنا سوف أختار تثبيت تطبيق علي بابا. ربما أنت تظهر لك مهام، ربما أنت سيظهر لك يجب أن تدخل الإيميل الخاص بك أو رقم الهاتف الخاص بك. أنا سوف أختار تطبيق علي بابا فهو يظهر لي يعني تثبيت تطبيق على هاتفك وتشغيله فهو أسهل المهام. أختار البلاي ستور ثم سينقلني إلى البلاي ستور. سوف أضغط على زر انستال بهذا الشكل. يعني فربما لن يظهر لك أنت علي بابا، ربما يظهر لك تطبيق آخر، مثلا يظهر لك تطبيق واتساب أو تطبيق فيسبوك أو تطبيق أفلام يعني، أو ربما سيظهر لك فقط تقوم بإدخال الإيميل أو تسجيل حساب في إحدى المواقع. يعني هذه مهمة يطلبها منك الموقع حتى يعطيك العمولات. يعني أنت تنفذ له مهمة وهو في المقابل سوف يعطيك عمولات. يعني بهذا الشكل ننتظر حتى يقوم بتثبيت التطبيق. فالمهمة الذي اخترتها هو تثبيت تطبيق علي بابا على هاتفي وتشغيله على هاتفي. يعني أقوم بتثبيته وتشغيل يعني فتح حساب عليه. تم تثبيت التطبيق، نضغط على سكيب ثم ننتظر. نقوم بفتح حساب على التطبيق. أنا سوف أقوم بفتح الحساب بالإيميل. أنا اخترت الآن الإيميل وقمت بفتح الحساب بهذا الشكل. الآن ماذا سوف تظهر لنا؟ مثلا أنا سوف أقوم بتأكيد الإيميل بهذا الشكل. الآن قام بفتح الحساب وتأكيد الإيميل. الآن سوف ننتقل إلى الموقع. سوف ننتقل إلى الموقع حتى يزيل لنا عندما نرى بأن هذا القفل المهام تم إزالته فأن الطريقة تمت بالنجاح. الآن تمت الطريقة بالنجاح. الآن لا يتوجب عليك أن تفعل أي شيء، فقط الانتظار بعد الوقت. يعني من ساعة إلى ساعتين تدخل إلى حسابك. يجب أن تراقب حسابك التيك توك فسوف تجد العمولات تم إضافتها لحسابك. إذا واجهت أي مشكلة في الشحن أو أنك لم تستطيع الشحن فيرجى التواصل معي من الرابط الذي سوف تجده في صندوق الوصف رابط حسابي. ولكن للضرورة القصوى فلا يمكنني الشحن للجميع، فأنت افعل ما شرحته في هذا الفيديو وسوف تنجح معك الطريقة. بحب أن بخبركم أنه توجد مسابقة في التعليقات، صاحب أكبر عدد من التعليقات، المهم صاحب أكبر عدد التعليقات راح يفوز.